أعود إلى السيد تيسير سليمان ضيفي هنا بالاستوديو. ماذا عن دور جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الصهاينة لوقف الاعتداء على الخان الأحمر، كيف تقيم ذلك وكيف ترى موقف الجامعة العربية؟ تمام، بالبداية نظرة إلى جامعة الدول العربية، أنا بعتقد أنه لفترة طويلة غيبت عن القضية الفلسطينية تغييبا قصريا، وأعتقد أنها تحتاج استنهاض لتعيد دور العرب كاملة بالقضية الفلسطينية. أما بما يصدر من بيانات، أنا بعتقد أنه الدور على الأرض والدور يحتاج أن يبقى الإنسان الفلسطيني مرابط فيها. بعض الناس يحاول أن يفهم لماذا الاحتلال الإسرائيلي يقدم إنذار إلى الناس بهدم بيوتهم. الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط يستخدم سياسة الهدم، وإنما يستخدم سياسة الرعب في أنك سوف تدفع تكاليف إضافية، تكاليف الجندي الذي سوف يأتي لتدميره. أنا باعتقادي أن المواطن الفلسطيني باقي على الأرض، وسوف يقوم الاحتلال محاولات هدم، وقد ينجح بلاد لكن سوف يعيد بنائها. مواقفنا أو نظرتنا لكل الدول ولكل الأنظار، كل من يستطيع أن يقدم المساعدة لأهل الخان الأحمر أو المواطنين الفلسطينيين أو لغزة المحاصرة أو للضفة المحاصرة أو لمدينة القدس للتوت، نحن نشكره ونثني على ذلك. وكل من يحاول أن يدعم الاحتلال نحن نلومه، وسوف نبقى دائما نعتبره جزء رئيسي من الاحتلال. موقفنا من الجميع هو أننا نريد أن نكسب أكثر أصدقاء، ونريد أن نخفف أعداءنا. وأعتقد أن المواطن الفلسطيني هو يعبر عن هذه المكنونة بشكل جيد، أننا كل من يقدم يد المساعدة ولو بكلمة نحن نعتبره معنا، وكل من يحاول أن يدعم الاحتلال ويقويه هو ضده وضد الشعب الفلسطيني. يعني هل نريد أن نقول بالأخير أن جامعة الدول العربية تحولت إلى مجرد مطالب ومنادي؟ جامعة الدول العربية لا تملك أي وسائل للضغط على الكيان الصهيوني؟ تحول جامعة الدول العربية والدول العربية إلى مجرد من يطالب الدول الغربية بالضغط على الكيان الصهيوني. لماذا لا تقوم الدول العربية بالضغط على الكيان الصهيوني وهي لديها بالمناسبة علاقات جيدة معه؟ إذا أردنا أن نكون صريحين بهذا الموضوع، كلنا نعرف أن الكثير من الدول العربية تحتاج ديمقراطية حتى تعبر عن نفسها، والديمقراطية هذه عندما تفرز مؤسسات منتخبة تستطيع أن تعبر عن شعوبها، وشعوبها بأغلبها مع القضية الفلسطينية ودعم القدسي. ما نعاني فيه من جامعة الدول العربية أن هناك الكثير من القضايا والدماء التي انتهكت هنا وهناك في اليمن ومصر وفي ليبيا تحتاج مواقف قوية مثل مواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، لكن نحن نقول بل لا يستطيع أن يعبر بشكل ديمقراطي داخل بلده. صعب أن تعبر بلده بشكل ديمقراطي مع شعوب أو شعب الفلسطيني تحت الاحتلال. حقيقة نحن عندنا خيبة أمل من جامعة الدول العربية، كما عندنا خيبة أمل من سؤالك السابق من الأمم المتحدة التي قبلت لسنوات طويلة مبدأ تقسيم فلسطين، وقبلت بعد ذلك بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك قبلت به عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد ذلك أصبحت تصين القوانين لإنقاذ الشعب الفلسطيني. والحقيقة هي وافقت بالبداية على تقسيم فلسطين وهي تعرف أنه لا يوجد حق للاحتلال الإسرائيلي بها. لذلك نظرتنا إلى جامعة الدول العربية أن نعيش بخيبة أمل منها، لكن نحن المطلوبون دائما باستنهاض ما يمكن استنهاضه. ونحن نعتقد أن يوما ما سوف يأتي دور على جامعة الدول العربية تكون قوية تساعد وتنصف الشعب الفلسطيني كما كانت في السنوات الماضية. طيب.